أول كراش في حياتك؟ كراش موت خطيبي قبل فرح بيوم. كراش انتي بتقولي كراش يعني أكتر شخصية كرتونية أثرت في حياتك؟ بوجي طب طب طبعا بوجي بوجي طبعا جيري وبوجي طب طب طبعا اكتر شخصيتين اثروا في حياتي. تعرفي تقلدي لنا حاجة منهم؟ لا طبعا اكيد. أول هدية جاتلك؟ اول هدية جات لي ورد، وانا بحب الورد جدا، سعيدة جدا بيها، من مين؟ من فريق العمل. وأسوأ هدية؟ لا الحمد لله لسه ما جاتليش أسوأ هدية. أغرب هدية؟ أغرب هدية كان بيتكلم عن السحر والشعوذة، كان بيتكلم عن سحر وشعوذة وأنا بعمل سحر في الجنوب، فكان غريب أوي إن هو بعت لي الكتاب ده. برجك ايه؟ ميزان، برج الميزان. ميزان، مميزاته؟ هو برج العظماء طبعا، مش عشان برجي، لكن طيب جدا. ما بيحبش الظلم، بيحب الصراحة. بيحب الناس جدا. بيكره الكذب. ما بيحبش الظلم. مش هقعد اشكر في نفسي كتير يعني، بس عيوبه؟ عيوبه متردد، انه ما بياخدش قرار بسهولة، لازم يفكر 100 مرة قبل ما ياخد القرار ده. أول بوسة؟ كانت من المات، كانت اول بوسة خدتها كانت من الانسان اللي هو اتخطبت له ومات قبل فرحي. أسوأ هدية جات لك من مين؟ أسوأ هدية؟ لا الحقيقة عمري ما جات لي هدية وحسيتها انها مش في مكانها، بالعكس انا اي هدية بتجيلي كنت بحبها، يعني مبسوطة ان جالي هدية. ايه اكتر حاجة بتخافي منها؟ اكتر حاجة بخاف منها الظلم والحسد. اكتر فيلم بتحبيه؟ اكتر فيلم بحبه جان وذوين، ذهب المريح، وطبعا نهر الحب، وكل افلام فتح حمام. الصيف ولا الشتاء؟ لا شتا، الصيف. ممكن بس تقولي شتا. الصيف ولا الشتاء؟ لا انا بحب الشتا قوي. المزيكا ولا القراءة؟ لا بحب المزيكا. تمثيل ولا الغنى؟ لا بحب التمثيل. العزوبية ولا الجواز؟ لا العصبية. الجواز ولا الحب؟ انا ما... لا بتهيألي الحب. الرياضة ولا الأنتخاب؟ رياضة. الخروج ولا القعدة في البيت؟ القعدة في البيت. الأفلام ولا المسلسلات؟ أفلام.